السلام عليكم، أنا شهد الزامل، طالبة في جامعة كولومبيا في نيويورك، وتخصصي هندسة طب حيوي. سمعت عن البرنامج لما كنت في المتوسط من وأنا صغيرة، وأنا كنت عارفة أني أبغى أدرس في جامعة من جامعات التوب في أمريكا. ولما سمعت عن البرنامج وشفت أن كل الطلاب اللي انقبلوا في الجامعات القوية كانوا من ضمن البرنامج، فقلت ليش لا وأجرب. قبل ما أدخل البرنامج كان عندي فكرة عامة عن كيف أقدم على الجامعات الأمريكية، لكن ما كنت أعرف التفاصيل. ولما دخلت البرنامج عرفت التفاصيل، وطبعاً جاني موتيفيشن، وحسيت أنه البرنامج فادني مرة من ناحية الريسورسز، سواء كان بالSAT preparation أو كتابة المقالات، ويعني التقديم على الجامعات بشكل عام. الصراحة أكثر شيء استفدت فيه في البرنامج هو الديترمينيشن والموتيفيشن اللي جاني، لأنه هو غير عن المدرسة. هذا برنامج لتقديم جامعات التوب في أمريكا، فكان في يعني almost like 200 plus students، وكان حلو أني أشوف طلاب كلهم عندهم نفس الهدف، بحيث أن كلنا نساعد بعض. فجاني موتيفيشن، كان في ناس يساعدوني في كل الأوقات، سواء يعني كانوا advisors أو طلاب. من ناحية مشاريع أو خلينا نقول extracurriculars، صراحة throughout the years شاركت يعني في أشياء diverse، سواء كانت يعني في مسابقة الروبوت أو small businesses. مثلاً I started a book club, volunteering in general أو tutoring. واللي يبغى يقدم على الجامعات التوب يقدم على برنامج التميز، بس أهم شيء إنه you take advantage of the resources، لأنه هو بالأخير it's all about personal effort and how you take advantage of such opportunities. صراحة أنا دائماً أقول المكان the fact that it's in New York, it's very enjoyable، والكامبس مرة حلو. I feel like it's a very social campus. The people here are very friendly and it's really easy to make friends. وطبعاً the fact that you're like studying at a top university, it's not only about the education, بس حتى the opportunities, the networking والناس اللي أنتوا بتقابلونهم، سواء كانوا طلاب أو professors أو ناس يجونكم من برا.